l'information qu'il a faite. Représentant de la presse nationale, nous vous accueillons aujourd'hui au niveau de la pluralisation et motivation pour relever les défis. الشركة راهي تساهم ب 17% من الإنتاج الوطني. في البداية كانها تكون أبوان، ماهيش هي الركيزة الأساسية في تمويل المياه للمواطن، لكن الآن أصبحت مع شح المياه وشح الأمطار هذه لازم نتجه لهذه الاستراتيجية، لأن قلنا من قبل بأنه مشروع استراتيجي لازم نتوجه في البحر نستغلوه استغلالية رشيدة باش تكون عندنا، حتى عندنا الطموح أن ندخلوا مياه البحر حتى على عمق 100 كيلومتر في الداخل ببلاد الجزائر.